بابا سمعي يا بابا ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ الحق يا مستر فاتين بابا بينزل. ايه الخرافات دي بتنزل بالاتساب بسرعه يا حاج حسين بيه؟ الورق صار سيبوني كل حاجه هتبقى كويسه يا ولاد. مين اللي عمل كده بسرعه؟ حسين بيه حبيت فيك الحب الكل ده اكيد فطين. انا هفرحه بقى واقول له ان احنا خلاص هنعدي بميعاد الخطوبه. ايوه فطين يا حبيبي. ايه مش هتقدر تيجي؟ ايه اللي حصل؟ عايزين بيه المرشدي؟ طب انتوا في اي مستشفى؟ انا جاي حالا. تعال تعال استريح. ايه يا فطين خير يا ابني؟ طمني. لسه في العمليات عامل. اتفضل اقعد اتفضل. ادعي له يا بنتي ان شاء الله ربنا هيقومه بالسلامه. دكتور خير. الحمد لله ربنا كتب له عمر جديد. ملي مطراته كانت رصاصه هتصيب القلب. ادعوا له الساعات الجايه تعدي على خير. عموما احنا هننقله العيال المركزه لحد ما الحاله تستقر وان شاء الله خير بعد اذنكم. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. بابا كويس مش كده يا مستر فطين؟ إن شاء الله هيبقى كويس قوي. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا عرفت يا باشا إنه دخل العناية المركزة عشان اللي بينخوار ورانا يهدوا شوية وبعيدوا عننا. اطمن يا باشا الورق هيبقى عندك قريب قوي. حاضر مع السلامة يا باشا. اتصل بشيكو مدريد خليه يجي للنادي بعد ساعه. اوكي بس ما تنساش ميعادنا كمان ساعه. ميعاد مهم جدا. الغي اي مواعيد واتصل بشيكو مدريد. ابن حلال يا سيد والله كنت لسه جاي لك. يا ابو السيد ده انا محضر لك الفطار بايديا وكنت هاكلك وانت على السرير واخر دلع يا عرب. مد ايدك بقى تفطر. ايه بس اللي حصل لكل ده عشان شويه فلوس راحت؟ ما في 60 داهيه. ما احنا ياما ضيعنا فلوس. احنا الحمد لله ما دام بصحتنا وزي الفل اهو. وبعدين محل الورد موجود وانا موجود. نبطل بقى موضوع السرقه ده وهنبقى زي الفل. ها طالما مش عايز تكلمني يبقى مش انا. بس علشان خاطري علشان خاطر بيشوى سيد كل. انا عارف انك زعلان مني بس عارف برضو انك بتحبني مش كده يا سيد حوي؟ ده انا ميشو. ها ماشي على العموم انا هنزل دلوقتي بس ليك رؤى يا عرب. صباح الخير يا ميشو. انا جاي اتطمر على المعلم. اه عندك جوه ستيشن. ادخل بقى فرفشه كده وانا رايح على المحل. حاضر يا ميشو حاضر. سلام. صباح الفل يا معلم. خد الاكل ده كله وهات الازازه من جوه عشان هنشتغل. بجد يا معلم؟ هو فريد بيه يكلمك؟ هو لازم فريد بيه يكلمني عشان نشتغل. هنشتغل من غيره. صباح الخير يا انس. صباح الخير. ازيك يا ميشو؟ كويس قوي ان انا لقيتك. انت رايح على المحل؟ اه. طب كويس. عايزك بقى تبعت لي احلى بوكيه ورد عندك لفيلا اشجان هانم. يا سلام بوكيه واحد ده انت تؤمر. اصل انا رايح اقابل ابنها عشان نحدد ميعاد الخطوبه. الف مبروك يا ابو انس ولو ان الخطوبه دي متاخره 25 سنه. لا انا لسه شباب وبعدين الشباب شباب القلب. بس الحب حلو صح؟ يا الحب حلو قوي ده احلى حاجه في الدنيا. عقبالك عقبالك يا ميشو. هيحصل وقريب قوي. طب قول لي بقى
حساب الورد اللي هتبعته لاشجان هانم كام؟ لا 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 يا ناس، ايه ده انت بتشتمني ولا ايه؟ هتخليني كده اتضايق وما ابعتش حاجه، ولا عايزني اروح لها وابوظ لك الليله كلها وتستنى 25 سنه تاني؟ لا لا خلاص، وعلى ايه؟ خلاص حساب الورد عندك، وما دام الحساب عندك بقى خليهم بوكيهين والثبت ورد. هو بوكيه واحد، احنا فاتحين سبيل ولا ايه؟ خلاص يا عم، تبعت بوكيه تبعت ورده ما تبعتش خالص براحتك. الف مبروك يا انس. سلام 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 يا ابن اخويا. هتثبت نفسك في العمليه دي هتبقى نمره واحد، والبريمو كمان يا شيكو. اعتبرها تمت يا باشا. انا اهم حاجه عندي الوقت، الليله بكره الصبح بالكتير الورق ده يبقى عندي. وقبل بكره يا باشا عاوزك تاخد حذرك، مش عاوز اي غلط. تلاش يا باشا، الورق يقع في ايديك تبقى عندي هوا، اوعى تبص فيها شيكو. معقوله يا باشا ابص في حاجه تاسيه دي برضه يا باشا؟ بس انا ولا مؤاخذه يعني كان ليا طلب يا باشا. قلت كده اهو. طلب ايه يا شيكو؟ في لط ولا مؤاخذه عربيات محجوزه في الجمارك، هيتعمل عليها مزاد. انا بقى نفسي المزاد ده يرسى عليها يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت معاك سيوله يا شيكو؟ معايا يا باشا، كله تمام، كله everything اوكي. خلاص نفذ العمليه اللي في ايدك دي، واوعدك ان المزاد ده هيبقى بتاعك. الراجل حسين المرشدي ده صاحب الفيلا، عنده تلات عيال صغيرين برشامه وكيمياء، هتروحوا الفيلا تعاينوا تعرفوا مداخل ومخارج الفيلا، وبنبوني هيفضل معايا هنا عشان لو حصل اي مطبات في الليله ابعته لكم على طول. ساعتين زمن وتبقوا معايا هنا علشان نظبط كل حاجه ونبتدي خطه الهجوم. طب والورق ده انت عارف مكانه يا استاذ؟ واعرف مكانه منين؟ احنا هننط على الفيلا ونشوف كل حاجه ونجيب عليها قطيع لحد ما نلاقيه. الورق ده مهم قوي عشان فريد باشا، ولو جبنا الورق ده الفريد باشا هتبقى علاقتنا بفريد باشا علاقه 100 100، وايفرثينج اوكي. طب ما يمكن يكون في حراسة أو بوليس حوالين الفيلا. كلامك حلو زي اسمك يا بنبوني. أنا بقى أحب الرجالة اللي تشتغل معايا بجد تبقى صح الصح كده. أنا كمان كنت شايف نفس اللي أنت بتقوله ده، عشان كده كان نفسي ألفت نظرهم إن هم ياخدوا بالهم وهم بيعاينوا حوالين الفيلا ما حدش ياخد باله منهم. لا وكمان في حاجة تانية. إيه؟ لازم يتنكروا عشان لا حد يعرفهم ولا حد يشك فيهم. صح صح. تعرفوا تتنكروا؟ إيه يا أستاذ؟ احنا هنتنكر لك نكيره انت نفسك مش هتعرفنا. ازاي؟ هاخد انا الجاكيت بتاع كيميا واديله الطاقيه بتاعتي. وانا البس ايه؟ ما انا هتنكر واجيبه لك تاني. لا يا عم. يا عم انت ما اتنكرتش قبل كده؟ لا بقول يا عم، بقول لك هتنكر واجيبه لك تاني. هم دول رجالتي. يلا انت وروح اتنكروا بعيد عني. انا عيب اللي اشتغل معايا يبقى صاحي. ها عشان كده انت دخلت قلبي قوي وبقيت بالنسبه لي افري سينكس اوكي. روح انت بقى اوكي. الحمد لله اطمنا على بابا يا اولاد، والدكتور قال كلها يومين ثلاثه ان شاء الله وبابا يتعافى ويقوم ويبقى زي الفل. بجد يا مستر مش عارفين نشكرك ازاي على اللي بتعمله معانا ده. عايزين تشكروني بصحيح يا رنا، عايزكم تركزوا كويس قوي في مذاكرتكم علشان لما بابا يخرج يلاقي كل حاجة ماشية مظبوط. ما تقلقش يا مستر، إن شاء الله بابا هيخرج بالسلامة ويلاقي كل حاجة ماشية مظبوط زي ما حضرتك قلت. إن شاء الله. طيب هروح أنا بقى دلوقتي ألحق أنام لي ساعتين كده وأغير هدومي، وبعدها هطلع المستشفى أطمن على بابا وأجي أطمنكم، ولمياء موجودة لغاية لما أرجع. أهم حاجة الضبط والربط، أنا المسؤول هنا لغاية لما بابا إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة. أنا كمان قلت لبابا إن أنا هتأخر النهاردة بالليل، يعني روح أنت وما تقلقش عليهم. طب يا ولاد، سلام عليكم. مع السلامة يا مستر فطين. استنى يا فطين أنا عايزك. أيوة لمياء، في حاجة؟ أيوة، أنا بحبك أوي. ماشي. ماشي يعني إيه فطين؟ أنا بقولك بحبك تقولي ماشي. أيوة لمياء، عايزاني أقولك إيه يعني؟ مش وقت والولاد يسمعوا. الولاد بحبك اهو. اتفضلي بقى اتفضلي. لا وقته بس قولها لي بأداء احسن منك. انا بحبك. لا لا بنفس بنفس. بحبك يا لمياء بحبك. طب قد ايه؟ ايه
لا 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 يا طارق انت وسعيد ايه ده بتشربوا شاي وسايبين البوابه كده وانا على مصراعيه؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ده انتوا ناقص بقى تلعبوا طاوله. لا ما ينفعش، نركز بقى شويه ماشي؟ خلاص صديقي هغيركم، ما انتوا ما بتاخدوش قليل. ده فاطين ده خارج من الفيلا؟ ها؟ هو ده بيتكلم على الامن، باين ان عارفهم كويس. باين. طب يلا بينا بقى. على فين؟ هنبلغ الاستاذ. ليه؟ هو كله ايه؟ ليه؟ تعالى اقول لك بعدين. قول لي بقى احساسك ايه بعد انتحار الزوجه الثانيه؟ صباح الخير. صباح الخير يا دكتوره، لا مؤاخذه يا باشمهندس، اخطف الدكتوره منك دقيقه واحده. اسفه جدا، دقيقه واحده. تعالى هنا، ممكن افهم ايه اللي جابك العياده من غير اي استئذان؟ معلش يا دكتوره، هو سؤال واحد وبعد كده همشي على طول في السريع. اتفضل اسال بسرعه عشان الزبون قاعد. هو حضرتك يعني لو الواحد حس وعرف وتاكد ان هو بيحب حد يروح يقول له ولا يقول لحد علشان يقول له، ولا يعمل ايه بالظبط؟ يروح يقول له طبعا. متشكر قوي يا دكتوره، الف الف شكر. يلا بقى امشي بقى. لا مؤاخذه يا باشمهندس، لا مؤاخذه، مع الف سلامه. كنت هنسى الورد. انا متشكره على ذوقك قوي، ميرسي قوي يا عم. لا مؤاخذه يا باشمهندس، كنت هنسى. دي هديه مني. ممكن افهم بقى ايه دول؟ دول حضرتك يعني توليفه اغاني لجورج وسوف، عشان لو في اي زبون من عند حضرتك هنا طلبت معاه جورج وسوف تبقى جاهزه. انا متشكره قوي، بالسلامه بقى. كفايه كده. عسل. لا مؤاخذه يا باشمهندس يعني، بس على فكره الدكتوره دي كده على فكره هتستريح وهتخف ان شاء الله. معلش يا معلم، قول الخطه من تاني بس عشان افهم. ستيشن، ركز معايا. ستيشن، أنا اللي بشرب مش أنت. معاك يا معلم. إحنا هنهجم على الهنجر بتاع شيكو مدريد بحتتين السلاح اللي معانا دول. أنا هخش أهدده بالمسدس وأنت أوام تدور لغاية ما تعطر في الخزنة. ساعتها تيجي تقول لي، هديك المسدس انت تهدده وانا اوام هروح مفور الخزنه واخد منها فلوسي. طب يا معلم، رجالته هيسيبونا كده نعمل كل حاجه من غير ما يعملوا لنا حاجه؟ رجاله مين يا ستيشن؟ رجاله مين يا جدع؟ دول رجاله هفا. ده الواد مش ابني ياما عمل في رجالته دي. ما ينجرالك يا ستيشن، ما انت معاك مسدس، اللي يتحرك منهم خلص عليه. طب واللي ما يتحركش يا معلم؟ عنه ما اتحرك يا جدع، سيبه. كل واحد بمزاجه، عاوز يتحرك يتحرك، مش عاوز هو حر. احنا رايحين ناخد فلوسنا ونمشي. بس انا عندي مشكله يا معلم. ايه يا ستيشن؟ ما انت عارف يا معلم، انا ما بعرفش امسك سلاح ولا ليا فيه. خلاص انا ههدد وانت تدور وتفور الخزنة. برضه في مشكلة يا معلم. في مشكلة ايه تاني بقى؟ ما انت عارف يا معلم، انا لا بعرف ادور ولا افور، وطول عمرك انت وميشو اللي بتفوروا. رأيك ايه يا ستيشن؟ وكل شوية هتقول لي عندي مشكلة عندي مشكلة، ما انت هتيجي معايا تعمل ايه؟ تتفرج عليا؟ أأمن المكان يا معلم، وانت تدخل تهدد وتفور الخزنة وتطلع الفلوس كمان. على اساس ان انا بقى سوبرمان اعمل كل حاجه لوحدي. اخس اخس اخس، عرفت ان ميشو ابني بمقام 100 راجل زيك. السلام عليكم. ميشو ايه ده؟ لا ميشو ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه يا بابا ده؟ احنا مش قلنا خلاص مفيش إيه شرب بعد النهارده يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا بابا انت ما بقتش صغير للكلام ده. سيب سيب يا بابا. قلت سيبها يا بابا. سيب، حرام عليك يا بابا، انت ما بقتش صغير وانت قاعد جنبه عم ستيشن، مش تقول له لا. معلش هات الازازه دي. لا يا بابا. لا. طب خد. لا يا معلم، معلش يا معلم، معلش. سيبه يا عم ستيشن، بابا بيقول كده بس. بيهوش يعني. ده بابا لا يمكن يعمل في ابنه حبيبه فاطينه حاجه. لا ما بهوش. اهو يا لهوي يا عم تعالى تعالى من ورا كده. شيل المسدس. تعالى شيل المسدس. تعالى من ورا كده.
حاضر يا بابا، حاضر. انا بهوش ده بجد، ده بابا بجد بجد، وهفرق الرصاص كله في لا 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 اهو اهو. خلاص امشي قدامي، خلاص السلاح يطول يا بابا، يطول ما يطول، يا ريت يطول عشان اخلص عليك واخلص منك. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا بابا. من هنا ورايح، انا من هنا ورايح، ما توجهليش اي كلام. فاهم؟ فاهم يا بابا فاهم. تحط بقك جزمه وتخرس. حاضر يا بابا، وجزمه قديمه كمان يا بابا. عارف يا انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا بابا يا حبيبي يا حبيبي؟ اقول لك هعمل ايه يا بابا. انا دلوقتي هقعد اشرب وخطط واسرق. ابوك حرامي. ابويا حرام يا بابا. فاهم يعني ايه؟ حاضر يا بابا. اعترف. لا 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 يا بابا. ابوك حرامي. اعترف يا بابا. لا حرامي. ابوك حرامي. حرامي واسرق. انت بحرف واحد. لا يا بابا انت ياض. ولا انت يا بابا، براحتك خالص يا بابا. حضرتك عايز تشرب اشرب، اشرب يا بابا. لو حضرتك عايز تتجوزني اتجوزني يا بابا واشرب. حضرتك لو عايز يعني حبيت تبعتني انا شخصيا للعمليه دي وتبلغ عن البوليس، بلغ بابا واشرب، وهبعت لك رصيد لو معكش رصيد يا بابا والنبي. عارف انا عاوز ايه دلوقتي؟ ايه يا بابا؟ مرني امرني. عاوزك تحط جزمه ستيشن عشان كبيره في بقك وتخرس. حاضر بابا، حاضر بابا، اخرس اخرس خالص. ايه انت يا الغرب يا ربي؟ ايه الحلاوه دي يا باشا؟ حلوه. انا سوسته زي العسل يا ميشو، كانك عريس في ليله فرح. بس على فين كده يا باشا؟ مشوار مهم قوي. بقول لك يا سوسته، ظبط انت بقى باقي الاوردرات النهارده، ويومك النهارده بيومين، انما انا النهارده نص يوم. ماشي. طب لو حد سال عليك اقول لهم ايه؟ قول لهم ميشو خارج نطاق الخدمه. سلام. اه يا ماما، البحث بتاعي اخد امتياز. الحمد لله. ما فاضلش بقى غير الجزء العملي والتطبيقي. وده ان شاء الله وانا بناقش الرساله لما يشوفوا ميشو ويشوفوا التغيير اللي حصل له. اهي يا ماما، هكلمك بعدين، اصل ميشو جه وعايزه افرحه. ماشي، سلام. شكلك مبسوطه قوي 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 قوي. البحث بتاعي اخد امتياز، ما فاضلش بقى غير الرساله. بجد؟ اه بجد. الف مبروك. الله يبارك فيك. انما قولي قولي هنا ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ حلو مش كده؟ تجنن. والهديه بقى اللي في ايدك دي لمين؟ ليك طبعا. ليا انا؟ طب فيها ايه؟ افتحيها وشوفيها. ايه ده يا ميشو؟ وانا بقى بعد ما فكرت وفكرت ولقيت نفسي خلاص مش قادر اخبى اكتر من كده، انت رحت بقى للدكتوره عصمت فقالت لي قول. قلت بس ما بدهاش بقى، انا لازم اقول. ساره انا بحبك وعايز اتجوزك. ايه؟ مش على طول، انا عارف ان انت مشغوله وانا كمان مشغول. بصي احنا هنعمل خطبه في الاول وبعد كده بقى الفرح براحتنا. ميشو انت فاهم غلط. جواز ايه وخطوبه ايه؟ انت بالنسبه لي مجرد حاله وبدرسها. حاله؟ ايوه حاله، حاله كنت عايزه اغيرها ونجحت في ده، واظن انك حاسس دلوقتي كويس قوي بالفرق. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه وانت كنت مجرد حرامي، مش كده؟ ميشو أنا فعلا دلوقتي بس حسيت بالفرق. بس عايز أقول لك حاجة، رسالتك فاشلة يا حضرة الضابط، لأنك بتكذبي على نفسك. إذا كنت أنت نفسك مش قادرة تنسي إن أنا حرامي، إزاي الناس هتنسى؟ على فكرة انت فعلا نجحت في تغييري، بس للأسوأ. ايه
انت بالنسبه لي مجرد حاله وبدرسها. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه. بجرب فيك يا ميشو وبعد كده هترميك للقطر. احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. هتضربني ولا ايه؟ واكسر دماغك كمان. كل ده عشان خاطرها يا ميشو. طول عمرك غلط، ولو ما رجعتش على اللي في دماغك ده يا ابني قلبي وربي هيبقوا غضبانين عليك ليوم الدين. ليوم الدين. زي القمر والله العظيم يا عم انس. بس يلا بقى عشان ما تتاخرش. كان نفسي تكون معايا. وانا كمان، بس انت عارف بقى ما ينفعش اسيب الولاد في ظروف زي دي. لو ما عملتش كده ما تبقاش فاطين ابن اخويا. سيد عامل ايه؟ انا ما قدرتش اطلع له النهارده. اسكت يا عمي، مش كان هيموتني بالمسدس والرصاص كان عمال ايه يون حوالين وداني كده اهو، وده كله علشان قلت له ما تشربش يا بابا. معلش يا فاطين، احنا لازم نستحمله برضه لان اللي حصل له مش شويه. عندك حق يا عمي، ولو اني مش هقدر ابص له تاني لحسن هو حالف ان اول ما هيشوفني هيقتلني وبيقول ان انا اللي عقدته. يلا ربنا يهديه بقى. لا روح انت بقى يا عمي وانا هخلص اكل واطلع على المستشفى. ما تنساش تقفل الباب وانت خارج. حاضر يا عمي، وحضرتك ما تنساش تسلم لي على اشجان هانم وفهمي ابنها كمان. حاضر يوصل. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه يا عمي، مع الف 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 سلام. استنى يا عمي. ربنا ييسر لك الخير يا رب، وربنا يهديك يا بابا ويبعد عننا شر المستخبي يا رب، وياخدك يا سمير يا سمير بزهق بسرعة. يا هلالة اللي هنا بوني بوني تعال. يا أستاذ فطين والله العظيم ليك وحشة. تعال ازيك عامل ايه؟ ازيك يا أستاذ. تاكل بصرة؟ بصرة؟ لا ما بحبهاش. ولا هي كمان كانت هتعجبك. قول لي انت فين يا ابني بقالك كتير قوي ما شفتكش يعني. بعد الحمد لله بقى سمعت كلام عم انس وتوبت على السكه دي خالص وهي ماشيه. لا يا راجل يا الحمد لله يا رب الحمد لله. عقبال عم ستيشن عشان يبقى فاضل بقى كده بابا يقوم يلاقي نفسه لوحده يقوم يتوب بقى هو كمان. الله امال فين عم انس مش شايفه يعني؟ عقبالك يا بونبوني راح النهارده للعروسه بتاعته عشان يحدد ميعاد خطوبته. ايه ده؟ يعني انت هنا في الشقة لوحدك؟ خالص. طب غمض عينك بقى. ليه؟ عامل لك حتة مفاجأة يا فطين كده. يا راجل ده انت حبيبي. ما نشوف مفاجأتك يا ابو مونة. طب غمض عينك بقى. اهو. ايوه سلام. ايه دي؟ دي ازازة برفان دي؟ اه ده من الغالي. طب رش يا راجل، ايه البخل بتاعك ده؟ رش. ازود؟ اه. يلا. ايوه. التركيب ولا جاهز البرفان ده يا بونبون يا جميل؟ يلا. انا مش عايز يا بونبون. حلو. لا مش عايز اضغط، مش عايز اضغط. انا مش عايز بونبون حبيبي. خلص خلص. الحمد لله على السلامة يا عسل. حتى أنت يا بروتس. دي المفاجأة يا بونبوني، دي المفاجأة. بتخني، بتبيعني لشيكو مدريد التافه. بعت القضية خلاص. فعلا كما قال شكسبير، أحب الكل وثق بالقليل. ولا ولا لا لا لما أقول لك. يلا
انت هتعرق دم ولا ايه؟ ما تبطل بقى كلام اللي على الفاضي اللي ما بيجيبش ولا يودي ده واللي انا ما بفهموش، وخليني اعرف اكلمك. انزل ايدك. عايز ايه يا شيكو يا مدريد؟ يا تافه. الراجل حسين المرشدي اتضرب بالنار، والراجل حسين المرشدي ده كان معاه شوية أوراق مهمة أوي تخص ناس كبارات في البلد، والورق ده يهمني، ممكن تجيبهولي؟ ورق؟ الورق الظرف البني. يعني أنت اللي ضربته بالنار يا شيكو مدريد؟ يبقى أنا اللي لازم أنتقمه منك. لا بقولك ايه، بقولك ايه، لحد هنا وقف شنكي سكيه، الا القتل، انا وصيته بس يا صاحبي. ها ولو عايز بقى اولاده ما يحصل لهمش نفس اللي حصل له، يبقى تروح تجيب لي الورق اللي هناك، ويا دار ما دخلك شر. وانا اجيبهولك من انهي داهيه تاخدك؟ هو انا اعرف مكانه؟ روح الفيلا قلبها اقلبها، هات عليها وطيه وهات لي الورق. ولو رفضت يا شيكو يا تافه هبلغ فريد بيه، وفريد بيه هيبلغ الرجاله الكبارات اصحاب الورق ده، والرجاله الكبارات زي ما حاولوا يقتلوا الراجل هيحاولوا يقتلوا عياله. عشان كده بقى انا مستنيك قبل نص الليل تجيلي ومعاك الورق، ولو ما جتش انا مش مسؤول. وقف سنك سكي. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ادي عليك بايه بس؟ لا يا ربي يبتليك باللي يضحك عليك ويضحك عليك خلقه. لا يا ربي اشوفك محتاج لبق ميه، بق ميه، وتبقى الميه حواليك في كل حته ومش قادر تتحرك علشان تشرب. قادر يا كريم.